منذ نحو أسبوع وأسواق كركوك تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بعض السلع والمواد الغذائية، أبرزها بيض المائدة الذي اقترب فيه سعر الطبقة الواحدة من 7,000 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 4,000. أسباب الارتفاع يعزوها مواطنون إلى زيادة الطلب على بيض المائدة مع دخول الشتاء، بينما يذهب آخرون في الأسباب إلى قلة دعم المنتج المحلي. دعم عراقي منتج عراقي ما قليل من السوق، وحتى الأكوا منهم غالي منا. مثلاً تعبس عند بيض تركي مثلاً 4.5، العراقي 3 دينار. من الأكل وأنا نزل عراقي، نزل عراقي أسوي شيء على الأقل. السوق التركي بعد ما حد يستورد، ما حد يأخذ عراقي. والأقبال والله حيل ضعيف عند الأقبال، يعني مو ذاك. فأنت قبل بيع 3.5، هتبيع 5.5، فرق 2 دينار كل طبقة. يعني مو أفواه، فرق واي 1,000 دينار مو قليل للمواطن ما عنده. المنافذ الحكومية الخاصة ببيع البيض المدعوم لم تعد موجودة على الأرض، فالمستورد يغزو الأسواق أمام ضعف الإنتاج المحلي. رغم حملات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها لجنة مشتركة من القائم المقامية والأمن الوطني والبلدية بين فترة وأخرى على الأسواق التجارية العامة لغرض متابعة ومراقبة الأسعار، إلا أن هذه الأسعار هنالك رؤوس تتحكم بها وتستغل المواطن، بل وتستغل كل أزمة لرفع أسعار المنتجات المحلية ومن ضمنها بيض المائدة اللي اليوم نشاهد يرتفع بشكل الملحوظ. وسمعنا أيضا أنه راح تكون حملة قريبا من قبل جهاز الأمن الوطني على اللي رفعوا الأسعار. أنا سياب صاد الشيخ، خلينا نقول أنا مواطن عادي، عوف المواطنين الباقين اللي الله ممكنهم، خلينا نقول بيض أرد أوفر هسه ما أقدر أشتريها. أنا رجال خلينا نقول أشتغل كاسب، بيوميتي ما تتجاوز 15,000، يعني أرد أوفر عندي الصبح طلاب أرد أوفر لهم مثلا خلينا نقول يتريقون بيض أو هيك شيء، شلون تقول البيوت العراقية اللي تريق غالي، ماكو شيء اسعار. والله وكيلكم خلي نقول رجال بسيط، لا راتب لا رعايه لا كل شيء، يعني وين ما تطلع هاي خل تطلع. ومع التحذيرات المستمره من مربي الدواجن لعدم دعمهم حكوميا، فان الاسعار قد ترتفع لتبلغ طبقه بيض المائده 8,000 دينار اذا لم تتدخل الجهات المعنيه. من كركوك عبد الله العامري، قناه الفلوجه.